إن شاء الله ناخد مراجعة سريعة كده على الجملة الاسمية. يعني إيه جملة اسمية؟ هي الجملة التي تبدأ باسم. يبقى الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم وتتكون من ركنين. إيه هما؟ المبتدأ والخبر. ركزوا قوي معايا. يبقى الجملة الاسمية من اسمها كله يركز، كل الناس اللي ناسية، كل الناس اللي ما كانتش واخدة بالها قبل كده تبدأ تاخد بالها وتركز. يبقى الجملة الاسمية هي الجملة اللي بتبدأ باسم من اسمها، عشان هي اسمية هي بتبدأ باسم. بتتكون من كام ركن؟ 3 ولا 4؟ لا، هما 2، المبتدأ والخبر. طب تعالوا كده نشوف مثال. لما أقول الشجرة عالية، هل دي جملة اسمية بادئة باسم ولا جملة فعلية بادئة بفعل؟ ده الشجرة دي فيها ألف ولام، يبقى أي كلمة فيها ألف ولام بنقول عليها اسم. يبقى دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ لا، تبقى دي جملة اسمية. عرفتي منين؟ علشان هي بادئة باسم، لأن الشجرة فيها ألف ولام. طيب احنا قلنا ان الجملة الاسمية بتتكون من كام ركن؟ من ركنين. الركن الاول كلمة ايه؟ الشجرة. والركن الثاني، والله عايز تعرف الركن الثاني؟ هنعرف دلوقتي. بس لما نعرف الركن الاول اللي هو كلمة الشجرة في الجملة الاسمية، لما نبدأ به الكلام بنقول عليه ايه؟ مبتدأ. يبقى الركن الاول في الجملة الاسمية اللي احنا بنبدأ بالجملة الاسمية، المبدوء بالجملة الاسمية بقول عليه ايه؟ مبتدأ. يبقى علشان انا بدأت بالكلام بسميه الشجرة ايه؟ مبتدأ. طيب انا عايزة اعرف الركن التاني هو كلمة الخبر هو ايه؟ والله اسأل كده قول الشجرة مالها؟ الشجرة مالها؟ أما أسأل المبتدأ بكلمة مالها ويرد عليا يقول الشجرة مالها؟ عالية. يبقى كلمة عالية دي هي اللي أخبرتني معلومة عن الشجرة ما كنتش عارفاها. لو كنت قلت الشجرة وسكتت ما كنتش هفهم حاجة. يبقى المبتدأ زائد مالها، المبتدأ زائد مالها بيديني الخبر. فين المبتدأ اللي احنا بدأنا به الكلام؟ الشجرة. الشجرة مالها؟ قال لي عالية، يبقى عالية دي هي الخبر. يبقى نفهم من كده ايه؟ ان المبتدأ الركن الاول اللي احنا بنبدأ بالكلام زائد ماله بيساوي ايه؟ الخبر. اذن الشجرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نكتب بقى الشجرة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه الضمة؟ علشان مفرد. أنا عندي الجملة الاسمية لما يكون أركانها مفردة أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم برفعه بالضم، طالما ما فيهوش ألف ونون ولا واو ونون. طب احنا قلنا الشجرة مالها؟ عالية. يبقى عالية هنقول عليها ايه؟ خبر مرفوع، والخبر هنا بياخد نفس اعراب المبتدأ، وعلامة رفع الضمة برضو لانه مفرد. طيب لو جيت اقول دلوقتي الجنود، مالهم الجنود؟ اقوياء. هل دي جملة اسمية بادئة باسم الجنود فيها ألف ولام، ولا جملة فعلية بادئة بفعل؟ الجملة اسمية أنا ماشي. عشان فين بدأت الركن فيها الأول اللي احنا بادئين به الكلام اللي هسميه مبتدأ؟ الجنود يبقى الجنود الجنود هو اللي أنا بدأت بالكلام فأقول عليه مبتدأ. طب أنا عايزة أعرف الخبر، الجنود مالهم؟ الجنود مالهم؟ هيرد عليا يقول لي إيه؟ أخويا أخويا أقوياء. أقوياء. يبقى أقوياء دي هو الخبر. يبقى أقوياء هو الخبر. يبقى أنا هعرب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يبقى هنعرف الجنود مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه جمع تكسير. الا جمع التكسير والمفرد بيرفع بالضمة. أيوة، احنا قلنا الجنود مالهم، قلنا أقوياء، يبقى إجابة مالهم بتديني على طول الخبر، لأنها بتديني معلومة عن المبتدأ اللي هم الجنود ما كنتش عارفها، فبتأخبرني بمعلومة جديدة. يبقى أقوياء هقول خبر، قلنا بياخد نفس إعراب المبتدأ، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن الجملة الاسمية هي الجملة اللي تبدأ بالاسم، وكلمة وأي حاجة فيها ألف ولام عارفين طبعا إن هي اسم. طب الجملة الاسمية بتتكون من كام ركن؟ ركنين. الركن الأول اللي هي الكلمة الأولى المبدوء بيها الكلام، عشان أنا بادئة بيها الكلام بقول عليها مبتدأ. والركن الثاني اللي بيأخبرني معلومة عن المبتدأ، ودايما بيبقى سؤال المبتدأ زائد ماله، يعني الشجرة مالها؟ قال لي عالية. عالية دي أخبرتني معلومة عن الشجرة ما كنتش عارفها، يبقى عالية خبر. الجنود مالهم؟ قال لي الجنود أقوياء، إذا أقوياء أخبرتني معلومة عن الجنود ما كنتش عارفها، يبقى هي خبر. وأنا قلت لكم الجملة الإسمية لما يكون المبتدأ والخبر ومفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم بيرفع بالضمة. لما أقول الطالبات آخرها ألف وتاء مجتهدات، لما نقول الطالبات مجتهدات، دي جملة اسمية بدأ باسم ولا جملة فعلية بادئة بفعل؟ الطالبات في ألف جملة ولام. اسمية بدأ باسم آه، بدأ جملة باسم اسمية بادئة باسم. طيب الركن الأول اللي هي كلمة الطالبات اللي احنا بادئين بيها الكلام بقول عليها ايه؟ طالبات. مبتدأ هقول مبتدأ عليها مبتدأ بس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. طيب أنا عايز أعرف الخبر اللي هيأخبرني معلومة جديدة عن الطالبات. الطالبات مالهم؟ الطالبات مالهم؟ قال لي الطالبات مجتهدات مجتهدات. يبقى مجتهدات دي أخبرتني معلومة عن الطالبات، أيوة، فهقول عليها خبر وهتاخد نفس إعراب المبتدأ، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إذن المفرد، المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم بيرفع بالضمة. لو جيت أقول دلوقتي من يعرب الحق، اكتبها يلا في الكراسة بتاعتكم، الحق واضح. سينفع انا اتفضلي. اسمع انا الحق، يونسة. الحق واضح، أيوة، الحق مبتدأ، الحق مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة لأنه مفرد. تمام، واضح خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. تمام. الطبيبات ماهرات، من يعربها؟ يا مش مالي انا بعرف اتفضل. مين يلا يا يا مش مالك، يلا يا مالك. الطبيبات مهنات. الطبيبات يا مس مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، تمام مهنات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام لو قلت النمور أقوياء، مين يعرف؟ اتفضل يا معاذ. مبتدأ مرفوع على تفعيل الضمة، إنه يعني تكسير. أقوياء خبر مرفوع على تفعيل الضمة، إنه جمع تكسير. ماشي، كلنا يلا نكتب التلات أمثلة دول عندنا في الكراسة ونعربهم عشان ترفعوا وتورونا. كتبناهم يا مس، أنا وريني يا كاتبه مالك. كله. ماشي، ارفع كراستك.
وقناتها ماشي. أيوة أنا حضرتك شفتيها؟ لا يبقى الجملة الاسمية يا مالك بتتكون من كام ركن؟ 4 ولا 5؟ ركنين، ايه هما؟ مبتدأ وخبر. يبقى لازم الركن نخلص. الأول، تمام. الركن الأول المبدوء بالكلام بسميه ايه؟ مبتدأ والركن الثاني اللي بيخبرني معلومة خبر. عن المبتدأ بقول عليه خبر. دايما المبتدأ والخبر بيكونوا مرفوعين بالضمة لما يكون ايه وايه وايه. جامعة عم السالم، جامعة تكسير، مفرد. تمام، ركزوا بقى معايا. لو مثنى آخره ألف ونون، ولما يكون المفرد بتاعه آخره تاء مربوطة، عشان أحط له الألف والنون بفتح التاء المربوطة لتاء مفتوحة. لما أقول الشجرتان عاليتان، هل دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ أسمية. أسمية. ماشي، بادئة باسم علشان الشجرتان فيها ألف ولام، بس ده مثنى آخره ألف ونون. طالما مثنى آخره ألف ونون بقول عليه مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الألف. ليه؟ لأنه مثنى، يبقى أنا برفع بالضمة طول ما هو ما فيهوش ألف ونون ولا واو ونون. كان بقى مفرد، جمع تكسير، جمع مؤنث ثالث. طب في ألف ونون زي الشجرتان، هيبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف. طب عايز أعرف الخبر، أسأل الشجرتان مالهم؟ مالهم الشجرتان؟ قال لي عاليتان. يبقى عاليتان دي هي اللي أخبرتني معلومة عن الشجرتان، ما كنتش عارف. خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مسمى. طيب لو جيت أقول لك بقى دلوقتي البنتان محبوبتان، هنعربها نقول إيه؟ قولي كده يا معاذ. يا زياد، أقصد زياد، نعم يا مستر، أعرف كده البنتين محبوبتان. البنتان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنهم مثنى، محبوبتان خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنهم مثنى. يلا نكتبها احنا بقى دي في الكراسة بتاعتنا. طب لو جه بقى جمع مذكر سالم بينتهي بواو ونون، هقول إن المعلمون دي معلم مبتدأ. هقول عليه إيه؟ جمع المذكر السالم اللي بينتهي بواو ونون، هقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو. يبقى جمع المذكر السالم بيرفع بإيه؟ بالواو، عشان بينتهي بواو ونون. يبقى المثنى بيرفع بالألف، لكن جمع المذكر السالم بيرفع بالواو. وماهرون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه
جمع مذكر سالم، يبقى جمع المذكر السالم لما يكون في واو ونون بقول عليه مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو. المعلمون مالهم؟ قال لي ماهرون، يبقى ماهرون خبر مرفوع علامة رفعه الواو. طب لو قلت المهندسون نشيطون، من يعربها؟ أنا مش أيوة فاطمة. مهندسون مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. نشيطون خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. يبقى المبتدأ زائد ماله بيديني ايه يا فاطمة؟ تقولي ايه يا مس؟ المبتدأ زائد ماله بيديني ايه؟ خبر. تمام. امتى بيرفع المبتدأ والخبر بالضمة، وامتى بيرفع بالألف، وامتى بيرفع بالواو يا فاطمة؟ بالضمة، الضمة في في جمع المؤنث السالم وجمع التكسير والمفرد، والألف في المثنى، والواو في جمع المذكر السالم. تمام. يلا كلنا نكتب. كتبت يا مس من زمان. تمام. لازم كتاب خلصت. تمام يا حبايبي، بارك الله فيك. المايك مقفول عندي يا ميس، وعايزة اجاوب. ماشي يا محمد، حاضر. يبقى الجملة الاسمية في حد في مش فاهم فيها حاجة، اعيدها تاني وتالت وعاشر لما نفهم. لا لا يبقى الجملة الاسمية حبايبي اللي بتتكون، اللي بتبدأ باسم. الجملة الاسمية هي اللي بتبدأ باسم، والكلمة الأولى بنسميه الركن الأول اللي احنا بادئين بيه الكلام، فبقول عليه مبتدأ علشان احنا بادئين بيه الجملة فبسميه مبتدأ. والركن الثاني اللي بيخبرني معلومة عن المبتدأ، ودايما بيكون إجابة المبتدأ زائد ماله، هو اللي ده اللي بيديني الخبر. لو جيت أغني أغنية للجملة الإسمية هقول الجملة الإسمية اتنين وبتتكون من ركنين، نبدأ بالمبتدأ الجملة، أما الخبر يجي بعدين. يبقى الجملة الاسمية اتنين علشان بتتكون من كام ركن؟ من ركنين. الجملة الاسمية اتنين وبتتكون من ركنين، نبدأ بالمبتدأ الجملة أما الخبر يجي بعدين. إذا الجملة الاسمية هي الجملة اللي بتبدأ باسم، والركن الأول اللي هي الكلمة الأولى اللي احنا بنبدأ بيه الكلام بنقول عليه مبتدأ، والركن الثاني اللي بيأخبرني معلومة عن المبتدأ بسميه خبر. نشوف الجملة الفعلية، ولا في حاجة مش مفهومة في الجملة الاسمية؟ مس كله مفهوم الجملة بارك الله فيك. يلا يا حبايبي، الفعلية. مس أنا كل يا نهار ابيض، ليه عندكم ايه بيكهرب؟ أصل الكيبورد بتاعت الكمبيوتر اللي بيلمس الحديد بتاعها بيتكهرب. ايوه، فأنا بقول اشمعنى أجرب بقى كده إحساس الكهرباء عامل إزاي. ركزوا قوي قوي معايا في الجملة الفعلية يا حبايبي. خلي بالك يا مالك، عايزينك تنزل مصر سليم. الجملة ما تتكهربش في الإمارات، كهرب في مصر. ما ينفعش تبقى مصري والإمارات تعلم عليك في كهربتها كده. يبقى الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل من اسمها،
الجملة الفعلية هي الجملة اللي تبدأ بإيه؟ بفعل. يبقى الجملة الاسمية من اسمها كانت بتبدأ باسم، الجملة الفعلية من اسمها بتبدأ بفعل. بتتكون من كام ركن الجملة الفعلية دي؟ بتبدأ بفعل، تتكون من ركنين، ايه هما؟ الفعل والفاعل. من ركنين بس؟ ايوه، هما الفعل والفاعل. ازاي ده؟ امال المفعول بده ايه؟ هقول لك المفعول بده عمره ما كان ركن اساسي في الجملة الفعلية، وهنعرف ده. اما لو حد جه قال لك الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ فعلا تتكون من كام ركن، هنقول اتنين، هما الفعل والفاعل، لان الجملة الفعلية استحالة تستغنى عن الفعل او تستغنى عن الفاعل، لكن المفعول بعادي ممكن ما يجيش في الجملة اساسا، بس جملة فعلية يعني فيها فعل وفاعل، اركانها ما تكتملش غير بالركنين دول. يعني لما اقول مثلا دلوقتي شرب احمد اللبن، هل دي جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ شاربة. فعلية والله جملة فعلية هنشوف هي بدأ بإيه، هي بدأ بإيه، ركزوا بس معايا. فعلية هنشوف هل هي بدأ باسم، مفيش ألف ولام ولا حاجة، طب دخل عليها كده الألف واللام، ما ساعات ممكن الاسم يجي مفهوش ألف ولام بس بيقبل دخول ألف واللام. في حاجة اسمها الشاربة، لا ما قبلتش دخول الألف واللام، إذا دي جملة بادئة بفعل. طيب هو ده فعل ماضي؟ طب ما أنا عارف إن الفعل بقى بيكون فعل ماضي وبيكون فعل مضارع وبيكون فعل أمر. هل هي بادئة بفعل ماض ولا فعل مضارع ولا فعل أمر؟ الناس اللي مش ما بتعرفش تفرق بينهم تركز معايا. والله شاريبة الباء عليها فتحة، ودي أول علامة من علامات الفعل الماضي. تاني علامة، الفعل الماضي بيقبل دخول التاء في آخره، يعني ينفع أقول شرب أحمد وينفع أقول شربت هند. بجد؟ أيوه. يبقى الفعل الماضي من علامته إنه خلاص حاجة حصلت وانتهت في زمن الماضي، والفعل ده حاجة إحنا اللي بنقوم بفعلها، يعني شرب إحنا اللي بنقوم بفعل الشرب، عشان كده سميته فعل. طيب ولو دل على زمن الماضي وفي نهايته فتحة، شاربة، أكل، لعب، سميع، ده عليه فتحة فعلا. طب ينفع أقول شربت، أكلت، سمعت، شرحت، كتبت، قرأت؟ أيوة، بيقبل دخول التاء، يبقى بنسمي ده فعل ماض مبني على الفتح. يبقى الفعل اللي بيكون نهايته فتحة وبيقبل دخول التاء في آخره بقول عليه فعل شاربة، هيبقى فعل ماض مبني على الفتح. ماشي، فعل ماض مبني على الفتح. عايزة أقول لك حاجة، من زائد الفعل بتديني فاعل. الكلام ده هنعرف دلوقتي، هو فين الفعل في الجملة؟ شرب أحمد اللبن، شرب هي الفعل. طب اسألها كده، من اللي شرب، من اللي شرب، هتقول لك إيه؟ أحمد أحمد. مدينة أحمد جميل. يبقى أحمد هو الفاعل، يبقى من والفعل هنا ادتني فاعل، يبقى أحمد هقول عليه إيه؟ مش أحمد ده اسم شخص ومفرد بياخد نفس إعراب المبتدأ والخبر بالظبط، هقول عليه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. طيب حاجة كمان، ماذا زائد الفعل بتديني المفعول به؟ إزاي ده؟ فين الفعل عندي؟ شاربة. اسألي كده، بماذا؟ ماذا شرب أحمد؟ ماذا شرب أحمد؟ هيقول لك إيه؟ شرب شارب إحنا؟ اللبن اللبن. يبقى اللبن ده هو المفعول به، مفعول به. دايما لما يكون مفرد أقول مفعول به، منصوب، دايما مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. صعبة؟
يبقى الفعل الماضي هو اللي حدث وانتهى خلاص، والفعل عموما هي الحاجة اللي احنا بنقوم بفعلها احنا، تمام؟ والفعل الماضي بيقبل دخول التاء في آخره. طب الفعل المضارع لما أقول يشرب، ينفع أقول يشربت أدخل عليه التاء في حاجة اسمها يشربت؟ لا. أمال ده اسمه إيه؟ ينفع أقول سيشرب وينفع أقول سوف يشرب، يبقى ده فعل مضارع. الفعل المضارع هو اللي بيقبل دخول السين أو سوف قبله، وفي الحالة دي أقول عليه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب يأكل، ينفع أقول يأكلت؟ يسمع، ينفع أقول يسمعت؟ لا، بس ينفع أقول سيأكل أو سوف يأكل، سيشرب أو سوف يشرب، وفي الحالة دي يبقى فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم. طيب يبقى الفعل الماضي علامته اللي بعرفه عن الفعل المضارع والأمر بيقبل دخول التاء في آخره. الفعل المضارع بيقبل دخول السين أو سوف قبله، لكن الفعل الأمر بقى اللي بيدل على طلب، ينفع أقول للولد اشرب اللبن وأقول للبنت إيه؟ اشربي اللبن. أقول للولد اقرأ وأقول للبنت اقرأي. أقول للولد اسمع وأقول للبنت اسمعي. يبقى علامة الفعل الأمر إن هو بيقبل دخول إيه؟ ياء المخاطبة. طب في الحالة دي أعرب أقول إيه؟ اشرب. لو عايز أقول اشرب اللبن أقول له فعل أمر، فعل أمر مبني اشرب. شوف بقى على ايه؟ على سكون. لكن شاريبة في الفعل الماضي كان فعل ماضي مبني على الفتحة عشان بقى على فتحة، لكن اشرب بقى على سكون، يبقى فعل الأمر مبني على ايه؟ على السكون. طب مين اللي يشرب؟ انا بخاطب ولد دلوقتي وبقول له اشرب اللبن، عايز اقول له اشرب انت، اشرب انت. طب انت مش موجودة في الجملة، عشان كده اقول والفاعل انت ده ضمير مستتر، يعني مخفي مش موجود في الجملة، مستتر تقديره انت. ده الفرق بين الفعل الماضي والمضارع والامر. الفعل الماضي بيقبل دخول التاء في اخره وبيبقى فعل ماضي مبني على الفتح. الفعل المضارع بيقبل دخول السين او سوف قبله وبقول عليه فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. الفعل الامر بيقبل دخول ياء المخاطبه واقول عليه فعل امر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره انت. يعني اشرب ده مكونه من فعل وفاعل، يعني اشرب ده جمله فعليه. هل المفعول بركن اساسي في الجمله الفعليه؟ لا، بس بعرفه ازاي؟ لما بسال الفعل ماذا، لو سالت الفعل بماذا بيديني المفعول به. صعبه؟ في حد قاعد مش فاهم حاجه في الجمله الفعليه؟ عيدها تاني. لا لا فاهمين. طيب إيه، اكتبوا كده. طب لما اقول بقى دلوقتي يشرب الولدان اللبن، مين يعرب لي يشرب؟ يشرب، اتفضلي يا رتاب. ينفع اقول يشرب او سوف يشرب؟ هقول لي مثل هو يشرب ايوه، ده فعل ايه؟ يشرب ده فعل مضارع كملي مرفوع الإعراب كده. علامة رفع، فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة لأنه مفرد. لا، الفعل ما فيش، ما بنقولش فيه لأنه مفرد، ده فعل. الضم تمام. مين اللي بيشرب؟ الولدان ده الولدان. الولدان دي فاعل بس هياخد نفس إعراب المبتدأ، ده آخره ألف ونون، فعل يبقى أقول مرفوع عليه إيه؟ علامة رفعه الألف لأنه مسن. تمام. يبقى اللبن الولدان ده مفعول به، مفعول به على طول، مفعول به ايه؟ منصوب وعلامة منصوب نصب على الفتح. تشبيه الفتحة لأنه تمام، مفعول. يلا كلنا نكتب. يا تعبنا من أول واحد بخلص كتابة أمس. تمام. اللبنة مفعول
أجيبها. ايوه أجيب ايه معاذ، اتفضل. نقدر نعمل مسابقة؟ ايوه بس انا قلت بس راجع لكم على النحو عشان الناس اللي نسيت، لان احنا طبعا اخدنا المضاف اليه وخدنا علامات الجر عشان ندخل عليها كده واحنا مرتاحين نفسيا، عشان ناخدها برضو بالتفصيل. اعرفكم المضاف اليه بقى بالتفصيل، ونحل كتير في الكراسة، والاسم المجرور برضو علامات الاعراب بتاعته، عشان تبقوا خارجين كده ايه ممتازين في النحو. يلا كده يا معاذ، اعرب يقرأ المعلمون الجريدة. يقرأ فعل الماضي، لا ينفع فعل اقول مضارع، يقرأ؟ فعل مضارع، لا فعل مضارع مرفوع وعلامته فعل طبع. مين اللي بيقرأ بقى؟ مين اللي بيقرأ؟ المعلمون، المعلمون فاعل مرفوع وعلامته فعل طبع. ماشي، ماذا يقرأ المعلمون؟ الجريدة، الجريدة مفعول به منصوب وعلامة تصميم، وعلامة تصميم الفتحة. تمام، يبقى انا عندي الفاعل لما يكون مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم بيرفع بالضمه زي المفرد بالظبط، والفعل لما يكون اخره الف ونون بيرفع بالالف والنون زي المثنى زي المبتدا والخبر بالظبط، وما يكون في واو ونون بيرفع بالواو. يلا نكتب المثال ده. يقرا دي جمله فعليه بدأ بفعل، عرفت منين؟ علشان يقرا دي حاجه احنا اللي بنقوم بفعلها، عشان كده قلت عليها فعل. طب هي فعل ماضي ولا مضارع؟ ده هي قبل الدخول السين او سوف، او سوف قبله، عشان كده قلنا عليها فعل مضارع مرفوع وعلامة. طيب المعلمون والجريدة يا مس إعرابهم إيه؟ من اللي بيقرأ؟ اسأل الفعل من اللي بيقرأ هيقول لك ايه. معلمون يبقى المعلمون اعرابها ايه؟ فاعل، كمل. فاعل مرفوع علامة رفع ايه؟ اخر واو ونون. فاعل مرفوع علامة رفعه واو. فعل مرفوع علامة رفع الواو عشان بنتي. طيب ماذا يقرأ المعلمون؟ الكتاب، الجريدة، فعلا سوري، ماشي، يبقى الجريدة إعرابها إيه؟ إجابة ماذا بتديني إيه؟ مفعول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يلا كلنا نكتب. طب لو قلت تعالج الطبيبات المرضى مين يعربها؟ عايزة ناس مشاركتش. أنا أنا مش مزيان. زياد، أنا مش زياد. محمد إبراهيم. محمد إبراهيم موجود؟ هو كان أيوة بيقول لسه موجود. مقفول يا مس، بس هو ما جربش إن هو يخرج ويدخل. تمام يلا يا رودي، رودي موجودة؟ ايوه يا مس. اتفضلي يا رودي. اقول اني واحدة مستعجلة الطبيب. تعالج الطبيبات المرضى. اقول تعالج اعرفها كلها صح يا مس. ايوه تعالج فعل مضارع مرفوع عليه رفع الضم. الطبيبات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث ثالث. المرضى مفعول به منصوب علامة نصبه